رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي تؤكد أن الانفتاح على التعاون مع حزب سفيديا ديمقراطنا تم التفكير فيه بعناية. بوشتور أشارت إلى أنها تأمل قبل كل شيء الحصول على دعم من إسدي فيما يتعلق بقضايا الرعاية الاجتماعية، لكنها رفضت أي تعاون معه بشأن الميزانية. قراءة جديدة من المركز الوطني لتقييم تهديدات الإرهاب السويدي تتوقع أن عدداً قليلاً فقط من عناصر داعش الموجودين في سوريا والعراق سيتمكنون من العودة إلى السويد هذا العام. المركز استند في قراءته تلك إلى صعوبة مغادرة مناطق النزاع في هذين البلدين. مجلس إدارة سويد بانك يجدد ثقته برئيسته التنفيذية بريجيت بونسن بعد اتهامات بتورط البنك بفضيحة غسيل أموال كبرى في وقت قرر فيه البنك إنشاء وحدة جديدة للتغلب على الجرائم المالية. رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل. زعماء الاتحاد أمهلوا ماي حتى 22 من مايو أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 من إبريل نيسان إذا رفضوه. انخفاض أعداد الراغبين بالزواج العام الماضي في عموم السويد مقابل ارتفاع حالات الطلاق وفق أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، فقد بلغت أعداد الراغبين بالزواج في عام 2018 50,000، وهي الأقل منذ 13 عاماً.